مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من ايام المحترف. كالعاده هنتابع الدوريات الكبرى، الدوريات الاكثر اثاره في العالم، طبعا على راسهم الدوري الانجليزي، ونشوف نجمنا الكبير محمد صلاح وصل لفين مع ليفربول، ونشوف كمان توتنهام بيحقق العلامه الكامله لغايه دلوقتي، وبنشوف المان يونايتد بعد الصفقة الرائعة ورجوع رونالدو إلى مكان تألقه إلى مانشستر يونايتد. هنشوف كل دوت بجانب طبعا الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي طبعا بعد رحيل رونالدو عن اليوفنتوس، اليوفنتوس بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا في الدوري الإيطالي مع تألق الميلان، مع طبعا صراع مع الإنتر. كمان هيكون النهاردة في حلقتنا الدوري الاسباني، حضراتكم عارفين طبعا الدوري الاسباني، ولما بقول اسبانيا بيبقى برشلونه، ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، الصراع الثلاثي على طبعا قمه الدوري الاسباني بعد كمان رحيل ميسي عن برشلونه. كل ده هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده، لكن كمان عندنا قضيه، متعودين كل يوم اتنين معانا قضيه، هنتكلم عن مين اكتر الدوريات في العالم اللي بتمون او هي المصنع، مصنع النجوم للدوريات الكبرى. بتصدر لعيبة على مستوى عالي جدا الدوريات ديت. هنعرف كمان الأرباح، أرباح الأندية ديت إزاي بتجنيها، إزاي بتستفيد منها، كمان عملية انتقال اللاعبين بشكل أكتر من رائع. معظم اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم في الدوريات الأوروبية الكبرى، أعتقد في دوريات زي الدوري البلجيكي، السويسري، الدوري البرتغالي، هم اللي بيصدروا اللعيبة ديت عن طريق الانفست، عن طريق الاستثمار. هنعرف ده بالتفصيل في حلقتنا النهارده، هنتكلم عليها بتفصيل وبنقط سريعه جدا. يمكن ناس كتير من حضراتكم ما تعرفش الارقام الكبيره جدا اللي بتحقق هذه الدوريات، الدوريات اللي تحت الدوريات الخمس الكبرى. خلونا قبل ما نخش على الصحف نتكلم على بعض النقاط السريعه النهارده، وهنبدا بسولشاير. طبعا المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بعد طبعا صفقه ورجوع رونالدو الى مكان تالقه، وكان طبعا وكمان الفوز يمكن في اخر مباراه لي بنتيجه 1-0. لكن خلينا نتكلم عن اللي قاله الراجل المدير الفني سولشاير. طبعا بيتكلم على رونالدو ان هو صفقه عظيمه جدا رغم غياب رونالدو عن طبعا المشاركه مع اليونايتد في الجوله اللي فاتت، لكن هو كان بيتكلم ان هذه الصفقه صفقه رائعه، وان اكيد رونالدو يعني كلنا عارفين ان رونالدو كمان يمكن كان في كلام هيروح المان سيتي، لكن في اللحظات الأخيرة طبعا بيرجع لمكان تألقه مرة تانية. لكن زي ما بقول لحضراتكم رونالدو مع المان يونايتد، أعتقد كل الناس منتظرة هذا اللقاء، أول لقاء مع رونالدو بعد يعني عودته لموطن تألقه. تعالوا مع بعض نشوف سولشاير المدير الفني للمان يونايتد قال إيه عن رجوع رونالدو إلى اليونايتد. يجب أن نستكمل كل الأوراق في صفقة رونالدو، وهذا ليس عملي، لكن آمل أن نستكمل كل شيء ونعلن عن استكمال التعاقد بعد أن يعود من اللعب مع منتخب البرتغال. أعتقد أنهم سيلعبون 3 مباريات، الأخيرة ستكون يوم 7 سبتمبر، ونأمل أن نعيده إلى مانشستر مع زميله برونو فرنانديز. دعونا نستكمل التعاقد معه، وبعدها بالطبع كريستيانو لم ينضم ليجلس على دكة البدلاء، إنه سيحسن فريقنا دون شك. يعني سولشاير بيضحك لما أحد الصحفيين قال له يمكن رونالدو هل هيكون في التشكيله الاساسيه، الراجل طبعا ضحك قال طبعا احنا جايبين رونالدو مش عشان يجلس على دكه البدلاء، لكن في انتظار يعني ان رونالدو يخلص 3 مباريات الدوليه مع المنتخب البرتغالي والرجوع والاشتراك اساسيا في المان يونايتد في البريمير ليج. طيب كنا يمكن هنا في المحترف كنا بنتابع يمكن اخبار عمر مرموش. عمر مرموش حضراتكم عارفين اللاعب المصري المتالق في البوندسليغا، وكان يعني زي ما بقول لحضراتكم هو في فريق فولسبورغ الالماني متصدر الدوري بشكل كبير جدا. النهارده فولسبورغ متصدر الدوري الالماني بيقول في اعاره لنجمنا المصري الشاب عمر مرموش الى فريق شتوتغارت، ده اعاره لنهايه الموسم. حضراتكم عارفين ان زي ما بقول لحضراتكم فولسبورغ دوت حاليا هو متصدر جدول الترتيب في الدوري الالماني برصيد 9 نقاط من 3 جولات.
عمر مرموش يمكن ظهر من 3 سنين، يمكن كان بيلعب مع فريق الشباب في فريق بولسبورغ وكان هداف الفريق ساعتها، هداف فريق الشباب لبولسبورغ عمر مرموش، طبعا خريج طبعا يعني وادي دجلة، كان لاعب في وادي دجلة وانتقل إلى ألمانيا. طبعا فولسبورغ طبعا مهتمة جدا جدا بهذا النجم الشاب، وكان إعارة يمكن السنة اللي فاتت كمان طالع إعارة لفريق سان باولي، وكان كمان من هدافي الفريق ده كان في البوندسليغا 2 او في الدرجه الثانيه. عمر مرموش قدم كمان مستويات رائعه مع هذا النادي مع سان باولي وكان هداف الفريق. النهارده فولسبورغ بيعلن انه هيكون في اعاره للنجم المصري عمر مرموش لفريق شتوتجارت. فريق شتوتجارت ايضا من الفرق القويه جدا، ويمكن مدير الرياضه او مدير الرياضي في فريق فولسبورغ قال انهم بيعول على عمر مرموش مستقبل هذا النادي، ان هو بيطلعوه اعاره بيستفيد انه بيستمر او بيلعب بشكل اساسي مع فريق زي فريق شتوتجارت من الفرق يعني في وسط الجدول في الدوري الالماني، لكن فريق مميز. عمر مرموش ياخد الخبرات، ياخد يلعب باستمرار، ولكن مستقبله هيكون في فولسبورغ. حضراتكم زي ما بقول لكم نتمنى ان شاء الله ان احنا كمان من خلال المحترف بنتابع كل لاعبتنا اللي المحترفين في الخارج، مش بس الاسماء الكبيره صلاح والنني وحجازي وتريزيجيه، لكن كمان على مستوى الشباب، لان كمان في شباب على مستوى عالي جدا بيلعبوا في الانديه الاوروبيه. طيب الجزء او النقطه الثالثه اللي هنتكلم فيها النهارده مع حضراتكم، زي ما بقول لكم يعني هو الموضوع الانتقالات، وموضوع طبعا الانتقالات الصيفيه تجديد العقود، بنتكلم على المان سيتي. المان سيتي النهارده بيجدد مع دياز، طبعا دياز بعد يمكن فوزه بافضل مدافع في اوروبا لعام 2021، النهارده المان سيتي بيجدد او بيجدد التعاقد، هو اصلا عنده تعاقد معاه، لكن حفاظا على هذا اللاعب اللي بقول لحضراتكم، يمكن لاعب طبعا برتغالي يعني لعب 6 سنوات من 2000 يعني عمل عقد لمده 6 سنوات، ونجح طبعا زي ما بقول لحضراتكم ان هو يفوز بافضل مدافع في اوروبا العام الماضي. جارديولا طبعا هو بيبص للمستقبل بشكل كبير جدا، بيحاول طبعا الحصول على الدوري الانجليزي، لكن زي ما بقول لحضراتكم تعاقد او تجديد تعاقد مع دياز اللاعب البرتغالي بشكل مباشر ل 2027. ده بيدل ان كمان زي ما بقول لحضراتكم من خلال حالة هنتكلم على الترانسفير ماركت، بنتكلم على ازاي الانديه الكبيره بتفكر، ازاي الانديه الكبيره بيبقى عندها فيجن لقدام، ممكن جدا تشتري لاعب بسعر قليل مع عمليه تسويق وتبيعه بسعر اعلى. في انديه زي مثلا او سياسه بعض المدربين او المديرين الفنيين انه بيحاول يجيب افضل اللاعبين في كل المراكز على راسهم طبعا جارديولا، بيصرف مصاريف كبيره جدا، لكن في المقابل بنلاقي انديه زي دورتموند بتصدر، نادي بيلعب في تشامبيونز ليج، بيحاول ياخد الدوري من بايرن ميونخ، لكن زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ماركت السنه دي في اوروبا مولع جدا، طبعا على راسها طبعا انتقال كريستيانو رونالدو اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده، لكن نروح لفاصل ونتواصل مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. قبل الفاصل كنا بنتكلم او كان سولشاير المدير الفني لليونايتد كان بيتكلم على رونالدو، كريستيانو رونالدو وعودته لمكان تألقه، كان بيتكلم ان هو في انتظار شديد جدا مع رونالدو، بيلعب 3 مباريات مع المنتخب البرتغالي بعدها، والعوده للبريمير ليج واشتراك يعني رونالدو في اول مبارياته بعد العوده مع المان يونايتد. مفيش افضل من صحفي وناقد رياضي كان ليه كمان لقاء مع كريستيانو رونالدو من 5 سنين، عمل لقاء صحفي اكتر من رائع، بيكون موجود النهارده معانا في قناه النادي الاهلي في المحترف الناقد الرياضي والصحفي محسن لملوم. مساء الخير عليك يا محسن. اهلا بيك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بنجيب سيره رونالدو طبعا، وخلينا اتكلم معاك على انتقال رونالدو للبريمير ليج، مش هقول المفاجأة، لكن في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة من الترانسفير كان كل الناس بتتكلم من المان سيتي، إن المان سيتي هو الوجهة المقبلة لكريستيانو رونالدو، ولكن فوجئنا بطبعا وجود أو عودة رونالدو لمكان تألقه مع المان يونايتد.
مبدئيا كده كان مستحيل بصراحه كريستيانو رونالدو يرجع او لما يرجع الدوري الانجليزي يروح مانشستر سيتي او اي فريق غير مانشستر يونايتد وتحديدا مانشستر سيتي، مستحيل. حضرتك عارف طبعا حساسيه العلاقه ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، هو طبعا ترعرع في مانشستر يونايتد. طب خلينا نتكلم مستحيل وخلينا نتكلم بثقافه المحترفين شويه. يعني انت شايف لو كان على مستوى الفني على مستوى على مستوى الطموحات على مستوى اسم النادي، هل كان بعيدا ان طبعا رونالدو بدا مشواره العظيم كاسطوره في المان يونايتد، ايه كانت المشاكل اللي كان هتواجه كريستيانو في حال انتقاله للمان سيتي؟ رغم انه طبعا احنا في عصر الاحتراف ورونالدو طبعا يعني محترف كبير جدا من اليونايتد للريال لليوفي وحاليا رجع تاني اليونايتد، لكن هو في النهايه عاطفي. يعني رونالدو عاطفي جدا، بيبان كتير جدا في حته ان هو ما مثلا خد جائزه الكره الذهبيه سنه 2014 بكى، رغم انه قبلها ما كانش كان اعلن انه مش عايز يروح الجائزه، مش عايز يروح الحفل يعني، كان ساعتها ميسي كان بياخدها هو قال انا مش هروح، بعدين ضغطوا عليه فراح، فلما خدها بكى لما خد الجائزه. بتلاحظ حتى يعني عايز اقول في حته السيتي تحديدا لو كان عايز يروح السيتي كان راح من الاخر. هي انا حاسس ان هي ايه يعني عزز نفسه شويه، يعني ما حبش يعرض نفسه على اليونايتد، فقال ان هو او كان متاكد لما هيعرض على البريمير ليج اكيد اليونايتد، بدليل ان هو لما هيروح لما قال هروح السيتي خلاص والسيتي بيتفاوض الموضوع ماشي، ما وقعش على ورقه. كمان لما اتصل بيه سير اليكس فيرجسون الموضوع ما خدش حاجه، يعني كلمه سير اليكس فيرجسون هو الاب الروحي بالنسبه له، كان مدربه في فتره تالقه في اليونايتد، كمان كلمه ريو فيرديناند اللي كان زميله وكان تقريبا كابتن عليه في الفتره دي. طب هو لو محترف بقى بفكر المحترفين جدا في مصر، دايما بنتكلم هنا في مصر يقول لك الاحتراف ما فيهوش عاطفه والاحتراف لازم يكون يعني مجرد من حته العاطفه، ولكن لازم يكون اللعيب والاداره والمدير الفني. رونالدو انت حسيته ده من خلال لقائك معاه من 5 سنين؟ بالظبط، هو يعني بيميل اكتر، يعني حتى تلاحظ ان هو يعني مثلا رونالدو موضوع خارج الكلام بتاعنا ان هو مثلا ما بيعملش وشم، ليه؟ لانه دايما بيتبرع بالدم ماشي، طبعا الوشم بيبقى فيه مشاكل متبرعه دايما، فهو دايما ما بيعملش وشم، رغم طبعا اوروبيين كلهم عادي يعني الامور دي عادي بالنسبه لهم، هو عنده الحتت دي، يعني تحس ان نشاته الفقيره اثرت على تصرفاته وسلوكياته. حتى هو لما جت الحته بتاعت السيتي واليونايتد قال خلاص انا ما بفكرش في الفلوس، طبعا مع ضاله المبلغ اللي هو طبعا بصراحه بيتناسب مع سنه 36 سنه، لكن هو ما بصش خالص لموضوع الفلوس، هو مش ما بصش خالص لموضوع الفلوس، وكان قال التصريح ده من سنتين ثلاثه كده لما اتقال هل ممكن في يوم من الايام تتنقل اليونايتد، قال طبعا اتمنى ده لو حصل ما عنديش مانع وساعتها مش هبص للفلوس، فحته الفلوس مش موجوده عنده. كان بيغازل اليونايتد بمعنى اصح، يمكن اعتقد كان في دور كبير لوكيله مينديز اللي هو ايه طلع على الساحه ان السيتي هو اللي المفروض طبعا يعني لو عايز يروح كان راح، يعني رونالدو عايز يروح اي حته يروح، لكن هو لما اليونايتد على طول اول ما التليفون الموضوع منتهي، هو كان منتظر كمان التليف ده اكيد بالظبط، وكده كده رايح مانشستر، بس هو كان عايز يروح اليونايتد وليس السيتي. فالموضوع بالنسبه لرونالدو بيدين بالوفاء، حتى تلاحظ ان هو مثلا ايه كان في حد مثلا وهو صغير كان بيساعده مثلا في مطعم كان بيديله اكل، اعتقد هو من فتره اعلن ان هو راح ساعد الناس دي او رد لهم الجميل، هو عنده الحته دي دايما، فهو مؤمن تماما بان هو فضل مانشستر يونايتد عليه كان كبير جدا 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 جدا. سير اليكس فيرجسون الوالد الاب الروحي ليه لما والده توفى كان اول الناس وقفوا جنبه، الحاجات دي عند رونالدو ما بتقارنش بالمال. وجود سولشاير كمان على الاداره الفنيه كان زميله، اعتقد كان زميله في الملعب، اعتقد بالزبط. العلاقه يعني خلينا نتكلم ان العلاقه اكيد علاقه، حتى علاقته ما بين الجماهير، وده شيء مهم جدا، ده بالزبط. شيء يؤخذ في الاعتبار ايا كان اسم النجم الكبير، لكن تبقى الجماهير طب عامل اساسي لا تقارن بالمال، لا تقارن، وطبعا صفقه كبيره جدا ومدويه جدا وبتنضم لقائمه صفقات البريمير ليج السنه دي اللي ما كانش كتير قوي، لكن مثلا ابرزها كان رومالي لوكاكو اللي هو اتنقل من انتر ميلان لتشيلسي، ومؤخرا طبعا كريستيانو رونالدو من اليوفي لليونايتد، فخلى يعني الدوري الانجليزي احنا كلنا بقى متعطشين اكتر ما احنا اصلا بنشوفه بقى. يعني الدوري الانجليزي كان ينقصه بصراحه لاعب واحد فقط السنه دي لو اتنقل اللي هو ميسي، لو كره كنا قفلنا على الدوري الفرنسي والدوري الايطالي والدوري الاسباني كلكم على نفسكم، وانا كلنا اتفرجنا على الدوري الانجليزي اللي هو بحق كاس عالم بمثابه كاس عالم كل سنه. صحيح، اعتقد لو كان المان سيتي اجل شويه موضوع انتقال جريليتش من استون فيلا ليه، اعتقد كنا شفنا ميسي في البريمير ليج. خلينا مع حضراتكم ومعاك محسن نشوف نتائج الجوله الثالثه من البريمير ليج، في مفاجات، اعتقد مفاجات على مستوى الترتيب على مستوى النتائج
ممكن تكون موجودة. خلينا نتابع النتائج. المان سيتي مع الأرسنال 5-0. طبعا المان سيتي بيعمل نتيجة كبيرة جدا على الأرسنال. هتكلم معاك على الأرسنال لأنه طبعا في مشكلة كبيرة جدا. أستون فيلا والتعادل 1-1 مع برينتفورد. نيوكاسل 2-2 مع ساوثهامبتون. وستهام يونايتد التعادل 2-2 مع كريستال بالاس. نوريتش سيتي والهزيمة من ليستر سيتي هدفين مقابل هدف. كمان عندنا برايتون والخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 2-0. ليفربول والتعادل في مباراة أكثر من رائعة أمام تشيلسي 1-1. توتنهام والعلامة الكاملة من 3 مباريات 9 نقاط والفوز على واتفورد 1-0. بينرلي 1-1 أمام ليدز يونايتد. ولفهامبتون والخسارة أمام المان يونايتد. أكيد هنقف عند مباراة الأرسنال المان سيتي والأرسنال. أكيد مباراة أعتقد لكل من يحب الأرسنال في العالم كله كان مباراة يعني حزينة وأجواء حزينة جدا وخسارة يمكن الأرسنال ويقع دلوقتي في آخر الترتيب. شفت المباراة إزاي؟ لا طبعا حاجة بعيد طبعا عن أحقية السيتي وقوته والفوز الخماسية اللي هي جت مع الرأفة. لكن آخر 5 دقائق من المباراة اتعمل عليها إحصائية اكتشفوا إنه أو مش اكتشفوا تخيل الفريق مغلوب 5 والبوزيشن طالع 97% ل 3%. دي كارثة يعني. ده كفيل أنا يعني دي كارثة ما حصلتش لنادي أرسنال يمكن من 67 سنة إنه تبقى النتيجة متزيل. يعني المباراه دي اشبه ما بين القمه والقاع. يعني هو مش الاول السيتي بس في القمه يعني والقاع اللي هو بيتزايلوا تماما. الارسنال بصفر اهداف 0 نقاط وماينس 9 اهداف دخلوا مرمى. طبعا حاجه كارثيه بصراحه ما حصلتش من 67 سنه او من 70 سنه حصلت للارسنال. الكارثه بالنسبه لي مش بس الاداء والنتيجه، الكارثه في ارتيتا اللي هو بصراحه عمال يتكلم ان هو الارقام اللي قدامنا. وانت كمان خدت رقم كويس قوي لكن الارقام كمان عندنا يعني انت بتتكلم الفرص، انت بتتكلم على الفرص، بتتكلم زيرو للارسنال مقابل 14 فرصه للمان سيتي. طبعا احرز منها 5 اهداف. بتتكلم الاهداف المتوقعه زيرو للارسنال، اهداف متوقعه 4.1، 4 اهداف ده اهداف متوقعه، ده عدد كبير جدا جدا. نسبه الاستحواذ توتال المباراه 24% مقابل 76 في وقت اللي انت اتكلمت عليه محسن كان وصلت لحوالي يمكن في اوقات بتبقى 91 و92 مقابل 8%. يعني كان شيء كارثي. بنتكلم على التمريرات 190 تمريره لارسنال لمقابل 805 تمريره للمان سيتي. بتكلم على التصويبات زيرو على المرمى مقابل 24 لمان سيتي، 11 ما بين القائم والعارضه، 4 عرضيات للارسنال، 18 للمان سيتي، 0 ركنيات 14 ركنيه للمان سيتي. ما اعتقدش مباراه الزيرو الاحصائيه ديت ما اعتقدش ممكن نشوفها تاني وما تحصلش في ماتش ودي كمان. يعني حتى ماتش ودي ما تحصلش يعني بالمنظر ده. لا دي المباراه دي اكبر اهانه لنادي ارسنال، مش في النتيجه بس، في الاحصائيات اللي حضرتك اتكلمت فيها. يعني دي خلى واحد زي مثلا مسعود اوزيل اللي هو كان مشي من الفريق راح اعتقد فنربخشة التركي سخر من ارتيتا لما حط له التويته بتاعته اللي هو ثقوا في سير العمليه. دي كلمه كان بيقولها دايما ارتيتا ان هو لما حد يكلمه في حاجه يقول لك ثقوا في سير العمليه اللي هي الامور ماشيه تمام. فهو قال له ثقوا في سير العمليه بيتريق عليه يعني. كمان ارتيتا قال لك يعني كان سأل حتى بعد المباراه هل انت الرجل المناسب؟ طبعا انا الرجل المناسب، لسه ما كملناش الطموحات، انا بصراحه مش لاقي يعني. الفريق ده صدم جمهوره لدرجه انت لو لاحظت يا كابتن اثناء المباراه الجول الرابع مثلا الجمهور بقى يسقف خلاص، بقى يشجع المان سيتي، بقى يشجع المان سيتي يعني. هو مش لاقي حاجه يعملها خلاص، فبقى يشجع المنافس اللي هو. دي مباراه لا تليق ابدا بين 2 كبار يعني، بنتكلم الستة الكبار في الدوري الانجليزي منهم ارسنال ومنهم السيتي. يعني المباراه دي يعني بيتغلب حتى عشان ما ننساش برينتفورد اللي هو صعد لاول مره من 76 سنه للدوري الانجليزي وبيتغلب 2-0 وبعدين بيتغلب من تشيلسي على ارضه 2-0 وبعدين بيتغلب 5-0. طب وبعدين بيكسب لي كده في نص استون فيلا او البيون اللي هو كان في الرابطه. لا طبعا كلام ويست بروميتش ويست بروميتش عفوا كلام ملوش لازمه يعني. لكن طيب في على مستوى الاداره الفنيه في اسئله كثيره جدا جدا وعلامات استفهام على ارتيتا. لكن كمان جارديولا، بيب جارديولا قال ايه بعد الفوز الكبير على الارسنال بخماسيه؟ Dad, we know our job, and especially in the big clubs like Arsenal or Man City or these ones, when you don't win, always there are rumors
نعرف طبيعة عملنا ولا سيما حين تعمل مع الأندية الكبيرة مثل أرسنال أو مانشستر سيتي. حين لا تفوز فإن الإشاعات تبدأ. لا أتحدث عن أرتيتا كصديق وهو صديقي، بل أتحدث عنه من وجهة نظر مهنية لأني عملت معه. لقد تعلمت أنه يساعدنا وساعدني كثيرا لأحقق الإنجازات التي حققناها. تعلمت كثيرا منه، علمني الكثير من الأشياء التي نستخدمها اليوم. استفدنا منه لصناعة مانشستر سيتي الحالي، وهذا بفضل العمل الذي عمله هنا. كما قلت سابقا، لا ننسى أنه لعب بغياب 5 أو 6 لاعبين مصابين، توماس بارتي وبن وايت وغيرهم. حين يحدث هذا فإن الاستقرار يكون أصعب، البداية تكون أصعب، وهو واجه تشيلسي أفضل فريق في أوروبا لأنهم أبطال أوروبا، وواجهنا نحن أبطال الدوري الإنجليزي. اللعب بغياب المصابين ليس سهلا أبدا، ليس عندي شك به، سواء كانت بداية الموسم جيدة أو سيئة. رأيي في أرتيتا أبعد من هذا وأبعد مما تتخيل الناس، لذا فإنه قوي وهو سيتعافى وسيحلل الأمور. أنا واثق من أنه سيعود قويا. أستاذ محسن، يعني تعليق خارج الصندوق، هو بيجمل صورة صديقه أرتيتا، مش أكتر من كده. بيخلق للأعذار اللي هو نفسه مش معترف بيها، ومحدش معترف بيها حتى على شكل جانرز، محدش بيتكلم في الكلام ده. 5 إيه المصابين؟ انت الارسنال السنه دي عامل ميركاتو كويس، ومفترض ان هو داخل موسم جديد بقى بشكل اخر، او ما يبقاش بالموسم بالشكل الهزيل ده. هو الكارثه مش ان اتغلب منك 5، الكارثه في الاحصائيات اللي ذكرناها منذ قليل. وبعدين ممكن اعتبر ان الهزيمه الوحيده اللي منطقيه تشيلسي، يعني تشيلسي اقوى فريق في الدوري الانجليزي حاليا، لكن بما تفسر هزيمته مثلا برنتفورد 2-0 مع الرأفة من فريق صعد من الدور طبعا المكسر. جارديولا بالحديث ده بيحاول يحسن الصورة لأن النتيجة كبيرة. هو لو مدرب أو يعني لو اللعبة شدوا شوية في المباراة، ولكن كسبوا 8-0 و9-0 وأكتر من كده بكتير، لأن النتيجة المباراة كانت تسمح بذلك. هي ما حدث في المباراة لا يحدث حتى في مباراة ودية. ده صحيح. وبقت أيام يعني أرتيتا في الأرسنال أعتقد بقت معدودة بالظبط، وأعتقد هيكون في تغيير فني على الشكل أكيد. طيب، كان في مباراة كمان على المستوى الفني مباراة رائعة، ليفربول وتشيلسي. قمة اصطدام طبعا ليفربول بتشيلسي، وتشيلسي زي ما انت بتقول في اعتقاد الشخصي افضل فريق على مستوى العالم دلوقتي من خلال مدير فني كبير زي توماس. شفت المباراة دي ازاي والتعادل 1-1 ما بين ليفربول وتشيلسي؟ متعة البريمير صراحة، متعة البريمير بكل امانة. يعني هوليود بقى، عارف هوليود في السينما بتبدا كده، برضه كانت المباراة دي كده. وكويس ان هي جت بدري، الناس استمتعت بيها اكتر، ما كانش فيها لسه حساسيات ونقطة، لكن دول مش محتاجين، يعني اول الدوري زي اخر الدوري مش هتفرق معاهم. المباراة بصراحة اثبتت بما لا يدعي على الشك ان تشيلسي هو الاقوى في الدوري الانجليزي، رغم انه يعني هو متقدم عن ليفربول في قلب الانفيلد، بيتعادل ضربة الجزاء صحيحة، ممكن يكون في شوية شك في الطرد، لكن في النهاية رغم ان هو منقوص، تشيلسي منقوص 1 وبيلعب شوط كامل وهو ناقص 1، لان بيحافظ على النتيجة، بل بالعكس كان ممكن يقدر يخطف هدف في اي وقت. وبصراحة شابوه للحارس مندي اللي هو كان اكثر من رائع، هو اللي حرم ليفربول ان هو يفوز في المباراه دي، ولا ما يهمنا طبعا فيها وصول نجمنا محمد صلاح للهدف رقم 99 في البريمير ليج، واصبح قاب قوسين او ادنى يمكن 5 اهداف بتفصله عن اكثر لاعب افريقي سجل في الدوري الانجليزي اللي هو ديدي دروجبا الايفواري ب 104 اهداف. ان شاء الله يتخطى باذن الله، ان شاء الله ويروح لابعد من كده ان شاء الله. على مستوى ارقام المباراه زي ما بنشوف، يمكن كان في بص بعد المباراة أكيد توخيل مدرب عظيم، توخيل بيقدم لقاءات رائعة معاه من نصف الدوري، من نصف الموسم اللي فات، من السنة اللي فاتت من يناير بكل أمانة. قبل كده كان معه اللي هو لامبارد، بصراحة كانت الفرقة متذبذبة تماما، لكن هو خدهم حتى أثبت. لو حضرتك تتذكر لما كسب المان سيتي اللي هو بطل الدوري الإنجليزي، كسبه في الكاس وكسبه في الدور الثاني في الدوري، وكمان كسبه في البطولة الأهم في نهائي الشامبيونز ليج. لا، فريق كمان قوى نفسه السنة دي لما جاب طبعا الدبابة البشرية لوكاكو. لا حاجة بصراحة. بص أنا وأنت طبعا ننسى الأرقام بتاعة أرسنال ومان سيتي، نرجع للطبيعة. خلينا نتكلم في ارقام طبعا ليفربول مع تشيلسي، اهداف 1-1، الفرص 12 فرصه لليفربول ومقابل 5 لتشيلسي، الاهداف المتوقعه 4.6 ليفربول. ده طبعا كل دوت نتيجه التوقع الاهداف، نتيجه طرد طبعا افضل لاعبي طبعا كانتي، واثرت على
أثرت من حيث الشكل وليس المضمون يعني. بنتكلم عن نسبة استحواذ 65 ليفربول 35 لتشيلسي، التمريرات 733 منها 632 صحيحة لليفربول مقابل 386 منها 302 صحيحة لتشيلسي. التصويبات على المرمى 19 لليفربول بينهم 9 ما بين القائم والعارضة مقابل 6 تصويبات منها 3 ما بين القائم والعارضة لتشيلسي. عرضيات 29 عرضية لليفربول مقابل 7 لتشيلسي. الركنيات 12 ركنية مقابل 3. محسن الارقام ديت لو ما حدش عارف النتيجه يقول لك النتيجه لصالح اكيد لصالح ليفربول، وما حدش عارف ان في طرد، لان الطرد هو اللي خلى الاحصائيات تظهر بالشكل ده، لان اكيد توماس توخيل لما بتلعب منقوص قدام فريق ليفربول على ارضه قدام جمهور متحمس في قلعه الانفيلد او جحيم الانفيلد زي ما بيحب الجمهور يقولوا، انت لازم تكون متوازن اكتر، وعشان كده هو لعب بشكل دفاعي اكتر يعني عشان يقدر يحافظ على الفرق ده. بس اللعيب اللي اتطرد منه كمان اللعيب تقيل بالظبط، فعشان كده الحارس المرمى يعني قام بدورين بقى، يعني عايز اقول مندي بصراحه رائع، هو رجل المباراه في وجهه نظري بصراحه، عمل مباراه اكثر من رائعه، هو اللي حرم الريز او ليفربول من الثلاث نقاط بكل امانه. افضل حارس في اوروبا، وطبعا الويفا اختارته كافضل حارس في اوروبا للتشامبيونز ليج السنه اللي فاتت. صحيح. على مستوى الاداره الفنيه تعالوا مع حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني ليفربول قال ايه بعد التعادل مع تشيلسي 1-1. لو كان هناك من يستمع إلى دعواتي لتغيير القواعد والقوانين لكانت الأمور اختلفت كليا، لكنهم يحسبون أن الحديث في هذا إضاعة للوقت. نعم بالتأكيد قرار البطاقة الحمراء جائر، هل أفسد اللعبة؟ نعم قد يكون أفسدها، لقد غير كل شيء. أحببت لعبنا في الشوط الأول، لعبنا جيدا وخلقنا مشكلات لتشيلسي، خلقنا مشكلات لهم في الشوط الثاني أيضا، لكن تشيلسي لعب بقوة كبيرة مركزة وأحسن اللعب واستحق النقطة بجدارة. كنت أود لو أن اللعبة لعبت بأحد عشر لاعب مقابل أحد عشر حتى نعرف من الأفضل. لو شاهد أحدهم ممن يتابعون كرة القدم أحيانا المباراة لقال اللعب بأحد عشر لاعبا أمام عشرة لابد أنه سهل. شاهدت 5 مليون مباراة وأعرف أن اللعب بلاعب زائد فارق كبير، ولا سيما أمام خصم مثل تشيلسي بمهاراته الدفاعية وقدراته التي يلعب فيها في الدفاع وحول منطقة الجزاء. محسن تعليقك في نقطتين، النقطة الأولى يورجن كلوب بيقول هو كان يتمنى أن المباراة تمشي 11 ضد 11، أعرف رأيك فيه، والنقطة الثانية اللي بنتكلم فيها على ان دايما بيقول لك اللي بيلعب ناقص واحد ممكن تكون الفرص فريق الكامل افضل، ولكن هو بيقول على مستوى فريق امام تشيلسي ما حسيناش بفرق. اعتقد اغلب الظن ان هو يقصد ان كان تشيلسي يلعب بلعبه العادي اللي هو المفتوح، وده كان يتيح له هو فرصه انه يقدر بالهجوم بقى بتاعه اللي هو صلاح وماني واللعيبه المهاريه انها تقدر تخلق فرص، بعكس لما يكون ناقص واحد بالتالي هيتراجعوا لورا يحافظوا على النتيجه اللي هي كانت اوريدي 1-1 متوازنه، يعني مش خسران على الاقل، فبالتالي ده عمل تكتل دفاعي اثر على اللعيبه، يمكن في جزء كبير من الصحه، يعني ممكن تقول ان هو مثلا لو كانوا كاملين كان تشيلسي هيكسب، لكن في جزء هو طبعا مدرب اكيد ادرى مني بحاجه زي كده، لكن هو اغلب الظن يقصد ان هو كان هيبقى اللعب ما كانش هيبقى مقفول، كان هيبقى مفتوح، ده ممكن يسجل ده ممكن يسجل، والله اعلم كان مين يكسب، اغلب الظن هو يقصد الحته دي. طيب ده كان راي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. تعالوا مع حضراتكم نشوف توخيل المدير الفني لتشيلسي قال ايه بعد المباراه. أحب هذه البطاقات الحمراء المبكرة، ولا سيما إن كانت على أرض ليفربول، إنها تفسد حلاوة اللعبة، ولا أحد يريد أن يرى لاعبنا بلاعب أقل ل45 دقيقة، والكل يريد مشاهدة مباراة قوية حتى حين أكون أمام الشاشة، لا أحب مشاهدة هذا يحدث، وليس عندي حل لما حدث ولا فكرة عندي، لكن البطاقة الحمراء أفسدت اللعبة وأتفهم القرار ولا أقول إنه خاطئ، لكن لم تعجبني الطريقة التي تفقد الحكم الحادث فيها، لقد تفقد الصورة فقط والصورة تظهر اللمس، وهكذا كان القرار صحيح.
شاهدتها من على مقعد البدلاء، يقولون إن الحادث لا يستحق الطرد. كنت أتمنى لو تفقد الحكم أكثر ولو فكر أكثر ونظر أكثر في الحادثة كلها، ربما كان سيتخذ القرار ذاته. المسألة كلها جنونية، ولا أستبعد أنه كان سيتخذ القرار ذاته، وعلينا أن نتقبل وأتقبل أن القرارات مسؤولية الحكام حاليا. القرار كان ضدنا ولعبنا بكل قوتنا لأن المباراة كانت صعبة كثيرة. محسن، انت يعني تعليقك سريع قبل كمان، عايزين نشوف. لا، غريب كلامه على صلاح، عمل ايه في المباراه؟ غريب كلامه على التحكيم، يعني اغلب كل او مش اغلب كل كلامه تقريبا على لقطه التحكيم. كنت اتمنى ان هو يتكلم خلاص، يشرح لنا الامور الفنيه. التحكيم ده بيحصل حتى لو كان في خطا من الحكم، او لقطه ضربه الجزاء او الطرد تحديدا. الضربه ما فيهاش، ضربه الجزاء ما فيهاش مشاكل، لكن الجدل هو اللي كان في طرد. بالظبط، حتى لو فيها جدل، حتى لو اخطا الحكم، خلاص انت كان المفروض ما تتكلمش على حاجه ده. لكن استمتعنا بصراحه بمباراه رائعه. لا لا لا، يعني على المستوى التكتيكي اثنين مدربين كبار جدا، افضل مباراه في الاسبوع في كل الدوريات. صحيح، وكمان النجم محمد صلاح، كمان طبعاً. محمد صلاح بيحرز هدف من ضربه جزاء. زي ما انت بتقول، محمد صلاح بيكسر كل الارقام القياسيه. محمد صلاح يعني كمان زي ما بقول لك، هو شغال في المكنه مع يورجن كلوب، موجود. صحيح. بشكل كبير جدا. الاسيستات، بيعمل اهداف، وان شاء الله كلنا نتمنى ان شاء الله نكون هداف البريمير ليج السنه دي، اللي كان يسحقها بصراحه السنه اللي فاتت، لكن يمكن راحت لهاري كين. رايك ايه برضو في محمد صلاح وارقامه في المباراه؟ لا طبعا، هو بالنسبه لارقامه، هو طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو باقي له خلاص 5 اهداف ويتخطى رقم دروجبا عشان يبقى اكتر لاعب افريقي مسجل في بريمير ليج. يمكن 14 مباراه، 14 ضربه جزاء على التوالي. ده بياكد حاجه، يمكن احد لاعبي تشيلسي حاول ياثر عليه نفسيا واثناء تنفيذ الضربه. لكن طبعا كم خبرات صلاح اللي خدها في الفتره الاخيره، سواء مع منتخب مصر، ويمكن تسجيله لضربه الجزاء الشهيره في ملاوي في لاهلتنا المونديال 2018، زائد المباريات الحاسمه والحساسه مع ليفربول سواء في الدوري الانجليزي او حتى في نهائي البريمير ليج، عفوا الشامبيونز ليج، لما سجل في توتنهام ضربه جزاء. ده خلاه عنده زخم او خبرات كبيره جدا بتاهله بشكل اكبر للقادم افضل. كمان ليفربول عامه السنه دي يختلف تماما عن السنه اللي فاتت. طيب. السنه اللي فاتت كان ضارب غطس بالمعنى البلدي، يعني فريق من بطل الدوري الانجليزي والشامبيونز ليج، وبعدين بيخسر مباريات غريبه وعلى ارضه، كم اصابات رهيبه. قوه وبتدي فاليو اكتر لمحمد صلاح، ان بالرغم ان ليفربول السنه اللي فاتت ايوه بالظبط على المستوى الفني ما كانش خالص، كان ضايع، لكن بقى صلاح هو الحد ما هو دي قيمه النجم، المحطات الاخيره هداف البريمير ليج، دي قيمه النجم. يعني اليوفنتوس السنه اللي فاتت مثلا، يعني هنروح بعيد شويه، يعني مثلا ما خدش الدوري وكان بعيد حتى على المنافسه، ولكن ظل كريستيانو رونالدو نجم النجوم. لما راح السنه دي من فريق اليوفنتوس، قال يعني اثر عليه كتير. يعني ما هو هي دي قيمه النجم. ميسي صحيح. اثر كتير على غياب، اثر اصلا على الدوري الاسباني كله مش على برشلونه بس. فبالتالي محمد صلاح هو قيمته محفوظه، يعني يمكن طبعا لمسافات قصيره او لفترات قليله خلاص خدها هاري كين، وبكل امانه كان يستحقها هاري كين. يستحقها طبعا، في حته ثانيه طبعا، مش عايز مش عايز كلام يعني. لكن بس. طبعا تبقى ارقام محمد صلاح، دايما بنتابع محمد صلاح، ومش احنا بس، حتى على مستوى الاحصائيات، على مستوى البريمير ليج، على مستوى العالم، محمد صلاح يعني ارقامه معانا. طبعا ده اللعب بالوقت الاضافي، يعني بالوقت الاضافي 100 دقيقه، اهداف هدف، صناعه الفرص، ده معدل اعتقد لا باس به، عامل ثلاث يعني صناعه للفرص، 3 التصويب على المرمى، 2 الاثنين ما بين القائم والعارضه، تمريرات 43 منهم 38 تمريره صحيحه. برضو خلي بالك الارقام دي بتفرق على البوزيشن. محمد صلاح بيلعب تحت ضغط كبير جدا، لما يكون نسبه التمريرات 88%، ده رقم هايل. بالظبط طبعا، فارقام كلها بتدل ان محمد صلاح كمان السنه دي ان شاء الله في تحدي مع نفسه كمان الموسم ده، بعكس الموسم اللي فات، والناس كانت قالت انه هيمشي، وحتى تغريده رامي عباس لما قال ليتهم يعلمون، قصده على التجديد يعني والعقد. مش عايز كلام، محمد صلاح برضو في حته ثانيه، ايقونه بصراحه ليفربول، ده مش تحيز، دي الحقيقه. واعتقد لما يجي كمان كريستيانو رونالدو يبتدي يلعب، ولوكاكو كمان لما ينشط اكتر يعني مع المباريات لما تيجي، وهاري كين لا احنا هنشوف. خلي بالك لسه في الجوله الثالثه، لسه بالزبط. يعني الجاي يعني. ده يتشاف من الدور التمهيدي، الدور الانجليزي لو ليه دور تمهيدي بصراحه، ده يتشاف من الدور التمهيدي. عشان كده احنا بصراحه على موعد مع المتعه الجماعيه بالفرق، وبصراحه مع النجوم اللي صحيح. في الدوري الانجليزي. واحنا بنعرض معاك جدول الترتيب بعد الجوله الثالثه، هنقف عند توتنهام.
توتنهام الفريق الوحيد من يعني خلينا نقول الحاصل على العلامة الكاملة، ثلاث نقاط بتسع ثلاث مباريات بتسع نقاط. برضو شايف الانطلاقه دي ازاي؟ لا هو بكل امانه نونو سانتوس محظوظ، يعني محظوظ لان هو يعني كسب الثلاثه. طبعا هو ما منكرش ان هو فاز على سيتي في اول مباراه، لكن في اول ثلاث مباريات يعني الجدول ربما يكون خادع نوعا ما. احنا من رؤيتنا لكل مباريات اقوى فريق بصراحه تشيلسي، واللي معاه ليفربول والسيتي هيعاني، يعني عنده شويه مشاكل، لكن ما اعتقدش هياخد الدور السنه دي. لكن توتنهام لسه يعني بدري، لسه بدري الكلام ده، لسه بدري. لكن توتنهام يمكن الحسنه اللي عملها ان هو قدر يحافظ على هاري كين امام اغراءات سيتي اللي كان وصلت لمين ل 100 مليون استرليني، وخلاص كان قاب قوسين ان هو يتنقل. ودي بالمناسبه اللي اثرت على السيتي، ان هو خسر كون اجويرو لما راح لبرشلونه، خسر صفقه زي بتاع هاري كين كانت تفرق معاه جدا، وخسر طبعا مؤخرا صفقه كريستيانو رونالدو. الثلاث حاجات دول اثرت على السيتي، اللي هو ما عملش يمكن غير جيرليش، او اللي هو ممكن يعني مش هيكون اضافه قوي يعني لكن توتنهام انا شايفه مع الوقت مش ده المستوى الحقيقي. المستوى الحقيقي انا شايف ان تشيلسي هيكون في القمه، هو وليفربول بقى اللي ند بالند، ولا نستبعد ديربي مانشستر. احنا مع بعض في الدوري الانجليزي لسه طويل هنشوف. طبعا توتنهام على طبعا صداره الدوري الانجليزي بعد ثلاث جولات، ونونو سانتوس المدير الفني لتوتنهام قال ايه بعد المباراه؟ نشوفه مع حضراتكم، نطلع فاصل ونرجع مع المحترف. That doesn't mean anything at all. Doesn't mean anything. لا تعني صدارتنا شيئا، لا تعني أي شيء صراحة. أدعو اللاعبين والمشجعين والجميع ألا يعيروا الأمر اهتماما، دعونا نثابر في العمل. أمامنا مشوار طويل وعندنا أمور كثيرة نحسنها. أكثر ما أعجبني في المباراة الجماهير وتشجيعهم للفريق حين كان فريقنا يعاني، حمسونا، هذا أعجبني كثيرا. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي محسن لملوم. محسن، عايزين نبدا معاك الدوري الاسباني. الدوري الاسباني، واما اقول الدوري الاسباني على طول بتطلع الثلاثي المثلث القوه في الدوري الاسباني، بتتكلم على ريال مدريد، برشلونه، واتلتيكو مدريد. شفت الجولة الثانية ازاي من الدوري الاسباني؟ هو بشكل عام طبعا الدوري الاسباني انخفض تماما، مستوى الفني كله انخفض تماما، خاصة بعد رحيل ميسي لباريس سان جيرمان. الماتشات لو تبص للدوري الاسباني بعيد عن يعني مثلا الدوري الانجليزي هتلاقي مثلا توتنهام بالعلامة الكاملة، لو الدوري الايطالي هتلاقي خمس فرق بالعلامة الكاملة، الدوري الاسباني الوحيد اللي ولا فريق بالعلامة الكاملة، كلهم تعثروا من الأول للأخير. الكبار طبعا يعني أنا شايف إن ريال مدريد في آخر مباراة قدام ريال بيتيس لحق نفسه. طب تعالى نشوف النتائج مع بعض، نناقش ونشوف النتائج مع بعض. النتائج الجولة الأخيرة قبل طبعا الأجندة الدولية للدوري الأسباني. ريال مايوركا طبعا فوز على اسبانيول 1-0، فالنسيا 3-0 على ديبورتيفو ألافيس، سيلتا فيجو والخسارة أمام أتلتيكو بالباو، ريال سوسيداد الفوز على ليفانتي 1-0، ألتشيز 1-1 أمام إشبيليا. كمان على ريال بيتيس الهزيمة أمام ريال مدريد 1-0، فوز مهم جدا لريال مدريد. برشلونة كمان فوز مهم جدا 2-1 على ختافي، ريو فاليكانو 4-0 على جرناطة، كادش والهزيمة 3-2 من أوساسونا. أتلتيكو مدريد تعادل، يمكن تعادل زي ما بنقول تعادل فير في مباراة كانت مباراة قوية جدا أمام فيا ريال 2-2. زي ما قلت كنت بقول لحضرتك ريال مدريد لحق نفسه بالفوز على ريال بيتيس على 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 ملعبه 1-0، كان كارفخال تقريبا اللي سجل الهدف. لما تشوف المباراه يا رغم تفوق ريال مدريد وانه راح اكتر من مره وسجل حتى والفار لغى يمكن هدف او اثنين لبنزيما، لكن كان سهل جدا يتغلب. يمكن انا بشوف ان هم يحمدوا ربنا ويشكروا ربنا فريق ريال مدريد ويدينوا لكورتوا الحارس في الدقيقه 93 بيضيع هدف بينقذ هدف التعادل لبيتيس، فهو بيلحق نفسه طبعا قبل الصفقه المحتمله اللي ممكن ما ودعتش قدامه خلاص ال 24 ساعه اذا كان يحصل ولا لا. وطبعا رفعوا السعر النهارده لحد 200 مليون دولار، واعلنوا منذ قليل ان هم انسحبوا من الصفقه تماما، بس طبعا كل شيء وارد في اوروبا. كل شيء وارد لاخر لحظات، يمكن الترانسفير ويندو خلاص بكره اخر يوم. لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف انشلوتي المدير الفني لريال مدريد قال ايه بعد المباراه.
بالنسبة لانضمام مبابي أفضل الحديث عن المباراة والأمور الأخرى تخص النادي، لا أعرف تفاصيلها حاليا. سيطرنا على مجريات اللعب لكن لم نلعب بقوة دفاعية مركزة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استحوذنا على الكرة أكثر بالضغط وأتيحت لنا فرص أكثر وزادت قوة الفريق، وسيطرنا على اللعب في الشوط الأول، ولكن علينا أن نلعب بقوة أكبر مستقبلا. محسن، تعليقك على أنشيلوتي واللي قاله؟ لا عادي، هو طبعا هو طلع من موضوع مبابي بذكاء يعني، لكن هو في المباراه يعني زي ما قلت لحضرتك كان سهل بصراحه ان هو يتغلب رغم ان هو تفوق 1-0، كان الفريق كان مذبذب تماما، كان يقدر يتغلب رغم حتى بعد تقدمه بهدف حتى في الوقت المتاخر كان ممكن يتغلب بهدف واثنين لان الفريق ما كانش ثابت خالص على الارض بكل امانه. على الجانب الاخر يعني برشلونه بيفوز كمان فوز صعب على الختافي 2-1. شفت المباراه دي ازاي؟ يعني الفضل فيها للاعب الهولندي اللي هو ناسي اسمه بصراحه، اللي هو ديباي بصراحه هو الفضل فيه بيعود مش المره الاولى كمان اعتقد من اول جوله كان ليه تاثير ايجابي جدا على الفريق. ما زال بصراحه الفريق بيعاني من غياب ميسي، تحس ان الفريق تايه على ارض الملعب، مش هو بكل امانه، مش ما تحسش ان هو عنده الرغبه ان هو يستعيد الدور الاسباني بعد ما خطفوا السنه اللي فاتت اتلتيكو مدريد. طبعا سهل ممكن ياخده مع لسه الكلام بدري، لكن الفريق برضه ما زال لسه مش على الارض، ما زال يعاني من رحيل ميسي. بالظبط، تحس ان هو مش ميسي غاب للاصابه، يعني تحس ان يعني حد مات في الفريق في الملعب يعني. طيب تعالوا نشوف مع حضراتكم رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه قال ايه بعد الفوز على ختافي 2-1. أنا سعيد بالفوز بالنقاط الثلاث، كان فوزا مهما ولا سيما أن المباراة على طيب. كومان أكيد زي ما أنت بتقول أكيد تأثير على المستوى الفني على صحيح. المستوى المعنوي أكيد مع فريق برشلونة، لكن عايز أكلمك على الصراع الثلاثي، مين الأقرب؟ لسه بدري طبعا، إحنا لسه في أول الدوري وهنعرض جدول الترتيب، لكن من حيث البداية شايف إن أنشيلوتي بعد طبعا رحيل زين الدين زيدان، أنشيلوتي احتمال يكون مبابي موجود مع ريال مدريد، هو يمكن يكون ليه الافضليه للحصول على الدوري الاسباني السنه دي؟ بالظبط، ان تمت هذه الصفقه هتبقى هتدي ميزه اكتر لريال مدريد. انا شايف ان الثلاث فرق الى حد ما زي بعض، اتلتيكو مدريد مع برشلونه مع الريال، يعني المستويات بصراحه كلها هابطه يعني نازله، مش ده الفريق اللي يشدك ان انت تتفرج على ماتشاتهم. يعني احنا مقبلين على كلاسيكو هيكون ما اعتقدش شكله كده هيبقى، او حتى ديربي مدريد مش هيبقى بالقوه اللي احنا متوقعينها ومنتظرينها ايام ميسي رونالدو. لو حصلت وراح مبابي هيدي افضليه نوعا ما لريال مدريد. الثلاث فرق بيعانوا كمان، بقى معاهم يعني الثلاث فرق مستواهم متذبذب، بقى معاهم اشبيليه وفالنسيا. الخماسي دول معاهم سبع نقاط من ثلاث ماتشات في اول ثلاث جولات، ده بيدي المنافسه يعني نوعا ما ممكن يعني يبقى في الليجا يبقى فيها حاجه شويه بعد طبعا ما غاب ميسي العنصر اللي هو الجذاب اللي فيها. فممكن مع الوقت يعني اتمنى بصراحه ان مبابي يروح ريال مدريد عشان يدي طعم شويه للدوري الاسباني. يعني احنا الدوري الفرنسي ما كانش عليه اقبال، لما راح له ميسي بقت الناس بتتفرج على الاقل على ماتشات باريس سان جيرمان، فلما يروح مبابي ممكن نتفرج حتى على ماتشات ريال مدريد، تشوف لقطه حلوه لمبابي زي ما عمل امبارح في ماتش البي اس جي وريمس، ممكن يبقى في حاجه تتفرج عليها عشان كده. لكن بالمنظر ده يعني كلهم هيخسروا الدوري، الدوري كله هيخسر الدوري. طبعا رحيل ميسي اعتقد خساره على الفاليو للدوري الاسباني ما فيش شك، لكن أكيد. كمان اذا وجد مبابي وانتقل من طبعا باريس سان جيرمان لريال مدريد، اعتقد الموضوع هيختلف كتير جدا على حتى مستوى المشاهده، على مستوى الفاليو الدوري الاسباني. لسه مع حضراتكم مستمرين مع المحترف، نرجع لكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، محسن برحب بيك مره ثانيه. وزي قبل الفاصل ما كنا بنتكلم على التاثير الفني وتاثير غياب ميسي عن برشلونه او انتقاله من برشلونه على الفريق فنيا وعلى الفاليو بتاع الدوري الاسباني، كمان احنا شايفين الدوري الايطالي وتعثر اليوفنتوس، يمكن هزيمته من فريق طالع من الدرجة الثانية إمبولي 1-0 على أرضه، وتأثير غياب رونالدو عن اليوفنتوس السنة دي.
قبل ما نتكلم على يوفنتوس تحديدا، الدور الايطالي السنه دي كان طارد للنجوم بكل اسف. يعني كريستيانو مؤخرا طبعا كريستيانو رونالدو بيترك اليوفنتوس ويروح اليونايتد، قبل منه النادي اللي هو حصل على الدوري السنه اللي فاتت الانتر ميلان بيفرط في لوكاكو اللي هو الدبابه البشريه بيروح تشيلسي، وبيفرط في اشرف حكيمي بيروح باريس سان جيرمان. حتى ميلان عنده الحارس الايطالي جانلوجي دوناروما اللي هو ما كانش افضل حارس، لا ده كان افضل لاعب في يورو 2020 الاخيره اللي فازت بها ايطاليا، وراح قعد على دكه البدلاء احتياطي لنفاس في باريس سان جيرمان. فهو كان طارد للنجوم، دي حاجه غريبه جدا. في المقابل كان الازمه الماليه كانت قويه جدا، ويمكن كان باين قوي بقى حتى من رحيل كونتي المدير الفني للانتر بعد فوزه طبعا. لكن قالوا له هو كان عايز نجوم واسماء كبيره، لكن ما كانش فيه ميزانيه كبيره، فالدوري الايطالي اعتقد كان بيعاني من الجزئيه ديت، وبالتالي ما كانش فيه ضخ للنجوم اسمائها كبيره. عشاق الكاليتشا كابتن كانوا تاملوا خير السنه اللي فاتت ان متعه الكاليتشا ترجع تاني، لانه يعني كان متزعم طبعا، او كان متسيد قبل ما الدوري الانجليزي يستفحل كده بالشكل ده، لكن طبعا واضح ان هو ما حدش هيرجع ولا حد يطول الدوري الانجليزي. نرجع بقى لمشكله ليفنتوس تحديدا، هو كان بيعاني حتى قبل غياب رونالدو، قبل قصد رحيل رونالدو. رونالدو لو تتذكر المباراه الاولى قدام اندونيسيا والتعادل معاه، كان حتى رونالدو هو اللي طلب انه يقعد على دكه الاحتياط، وحتى لما نزل وسجل هدف يعني يعتبر معجزه ان هو جاب لهم الفوز في اخر دقيقه، الفار لغاه وخد فيها انذار والانذار ما اتلغاش. طب تعال نشوف النتائج الجوله الثانيه من الدوري الايطالي وتاثير غياب رونالدو عن اليوفنتوس اللي بيمر بازمه، اعتقد هتبقى ازمه كبيره جدا. اودينيزي والفوز 3-0 على فينيتسيا، فيرونا والهزيمه 3-1 من انتر ميلان، اتلانتا تعادل مع بولونيا، لاتسيو وفوز كبير جدا 6-1 على سيبيزيا، يوفنتوس وفوز او خساره على ارضه امام الفريق الصاعد من الدرجه الثانيه امبلي 1-0، فورنتينا 2-1 على تورنتو، جنوا هزيمه من نابولي 2-1، ساسولو تعادل مع سامدوريا 0-0، ميلان يتالق وبيحرز العلامه الكامله من مباراتين بالفوز 4-1 على كالياري، وسالستينا 4-0 هزيمه من روما. هقف عند روما شويه محسن، لان روما وتجربه مش هقول تجربه مثيره، لكن مورينيو انت شايف روما رحل فين في الدوري الايطالي مع مورينيو؟ اعتقد بيأدي اداء اكتر من رائع، وفي امال كبيره جدا لجماهير روما ان مع وجود مورينيو وارد جدا ان يكون منافس قوي للفوز للسيريا. نتمنى ده، واعتقد فرصه روما كبيره جدا، مش بس روما بالمناسبه، فرصه رباعيه، ثنائي العاصمه روما ولاتسيو، وثنائي ميلانو الانتر وميلان، في ظل هبوط مستوى اليوفنتوس بشكل كبير جدا، وبشكل واضح ان هو ايه ضرب غطس ومش هيطلع منه، مش هيفوق منه قبل فتره طويله. فدي فرصه، يمكن السنه اللي فاتت خد الانتر البطوله، اعتقد السنه دي هتبقى فرصه للرباعي زي ما قلت حضرتك اللي هو ثنائي روما وثنائي ميلانو، وطبعا فرصه كبيره لميلانو عفوا لروما اكبر ان هو رجع يمكن ستيفان شعراوي السنه دي من الفريق الصيني اللي كان محترف فيه، رجع مورينيو طبعا اكيد بيدي سبورت لاي فريق بيروحه سبيشال 1. اتمنى مورينيو يرجع لعهده السابق. نشوف سبيشال 1 إيه؟ نشوف سبيشال 1 مورينيو قال ايه بعد الفوز الكبير 4-0، وامال كبيره جدا لعشاق روما للحصول على الدوري الايطالي في وجود الاسطوره مورينيو. Noi andremo a tutte le partite. بغض النظر عن منافسنا القادم، فريق صعد حديثا مثل ساليرنيتانا أو بطل الدوري مثل إنتر ميلان، سيكون هدفنا في كل مباراة هو الفوز، يتعين علينا إيجاد حلول في الهجوم. الشيء الوحيد الذي أقوله ويبدو لي شيئا أساسيا ومنطقيا هو أنه إذا كان يوفنتوس سعيدا، وإذا كان كريستيانو سعيدا، وإذا كان مانشستر يونايتد سعيدا، فهذا هو العمل المثالي. أعتقد أنه لا داعي للحديث عن كريستيانو، ليست هناك حاجة لإبداء أي تعليق عن شخص يلعب ويفوز ويسجل ويصنع التاريخ لمدة 20 عاما. أنا لا أتحدث عن روما فقط، أنا أتحدث بشكل عام. يجب طرح هذا السؤال لسيمون إنزاغي مدرب إنتر ميلان. مورينو أحلام وطموحات روما للحصول على السيريا آ. نشوف ترتيب الفرق في السيريا آ بعد نهاية الجولة الثانية، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل في المحترف.
اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. زي ما شفتوا ارقام، احنا عندنا النهارده قضيه هنناقشها وهنتناقش فيها ونعرف. احنا بنتكلم هنا في المحترف على الجزء الفني والجزء التكتيكي وكل ما يخص الدوريات الخمسه الكبرى، لكن في دوريات بعيدا عن الدوريات الخمسه الكبرى في العالم هي اللي بتصدر جزء كبير جدا من المتعه اللي احنا بنشوفها من اللاعبين اللي بينتقلوا من هذه الانديه او من انديه الخارج الخمسه الكبار او الخمسه الدوريات الكبار الى هذه الانديه. قضيه هنناقشها، ليه ده بيحصل؟ ليه اللاعبين الكبار دول ما بيفضلوش في انديتهم وبالتالي بيقوى دوري زي الدوري البلجيكي، الدوري السويسري، الدوري البرتغالي؟ دي قضيه هنناقشها النهارده مع حضراتكم. وعشان نناقشها اكتر معانا عبر زوم من بلجيكا ساشا تابوليري، ده طبعا صحفي كبير في جريده ليكيب الفرنسيه، نتكلم معاه عن هذه القضيه. اولا بنرحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لكم. اهلا بيك. وطبعا انت طبعا كصحفي كبير في ليكيب ومتواجد في بلجيكا، عايزين نعرف يمكن خلال العشر سنين اللي فاتوا شفنا الدوري البلجيكي بيحتل المرتبة الرابعة في تصدير اللاعبين إلى الدوريات الكبرى، إذا كان دوري إنجليزي، ألماني، أسباني، إيطالي ولا فرنسي. عايزين نعرف السؤال ليه؟ هل لضعف المقابل المادي، ضعف العقود في الدوري البلجيكي، أم أنها سياسة أندية في الدوري البلجيكي هي رعاية الموهبة والاستفادة منها بمقابل مادي كبير؟ في الواقع لأكون صريحا معك، نحن توقعنا هذه الخطوة من قبل. لدينا مواهب يجب أن تعطيها الفرصة كإيدن هازارد وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو، فبالتالي كان يجب أن تعطيهم الفرصة ليتألقوا ويظهروا في الكرة الأوروبية، فبالتالي الكرة البلجيكية ستنمو وتتطور وتكون في المستوى التي وصلت إليه كما رأينا من بعض اللاعبين. ورأينا الآن المنتخب البلجيكي لديه تشكيلة كبيرة وتشكيلة رائعة تستطيع أن تنافس على البطولات الكبرى، تستطيع الآن أن تشكل تشكيلة أفضل فأفضل. وأعتقد أن هذا الأمر هو أمر مهم جدا، كما أفاد هذا الأمر روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي. هو ذهب وعاد مؤخرا للمنتخب البلجيكي وقد رأى بالفعل الاختلاف الذي حدث، يستطيع الآن أن يختار تشكيلة أفضل وتشكيلة أقوى وتستطيع أن تنافس على جميع البطولات. وأعتقد أن الاحترافية التي تتواجد في كل البطولات الدوريات الكبرى قد فادت بالفعل الفريق البلجيكي عن طريق المواهب البلجيكية التي تصدر لهذه الدوريات. صحيح ساشا، يمكن من خلال متابعتي كمان للكرة البلجيكية أنا بتفق معك تماما إن هو ده الصالح المنتخب البلجيكي اللي ظهر بمستويات أكثر من رائعة وعمل جيل رائع من اللاعبين المميزين في جميع المراكز. لكن هو السؤال، هل هي دي السياسة المتبعة للأندية البلجيكية؟ وليه هؤلاء اللاعبين، احنا بنتكلم مصلحة للمنتخب، لكن السؤال اللي عايز أسأله لك من خلال رؤيتك ومن خلال متابعاتك للدوريات اللي بتمد اللعيبة أو بتمد الأندية الكبرى بلاعبين، بالنسبة للعيب الأفريقي أنت شايف أنهي أفضل دوري يبدأ فيه اللعيب الأفريقي أو اللعيب اللي جاي من يعني من الشرق الأوسط أو اللعيب العربي؟ أنت شايف مين أفضل دوري يبدأ به للانطلاق إلى الدوريات الأوروبية الكبرى؟ أعتقد أننا نتحدث عن الدوري البلجيكي. الدوري البلجيكي ليس من الدوريات الخمسة الكبرى، ولكن هو رابط جيد جدا بين الدوريات الكبرى والدوريات الأخرى، فبالتالي إذا وضعت لعيب في المسار في الدوري البلجيكي أستطيع أنه خلال عام أو عامين يستطيع
تستطيع أن تشتري هذا اللاعب بمبالغ كبيرة. أعتقد أن جميع الأندية يجب أن تفعل ذلك. في أفريقيا نستطيع أن نرى الآن اللاعبين في ستاندرد لياج من تيبي مازيمبي وبعض اللاعبين من هناك تذهب من هنا لمحطات أخرى في أوروبا لأندية أكبر في أوروبا. وكذلك من مصر رأينا لاعبين في أندرلخت. أحمد حسن، هذه الفكرة مهمة جدا وأساسية لتطور الكرة البلجيكية كذلك. أنا أتفق معك ساشا، وأنا يمكن من خلال تجربتي كمان في الدوري البلجيكي كمدير فني كنت موجود هناك، قد إيه المواهب الأفريقية الموجودة وقد إيه إن في سيستم وفي عملية لتطوير اللاعب بشكل كبير جدا بتساعده على انه ينتقل لدوري اقوى. ساشا خليك معانا عشان ناخد كمان راي الناقد الرياضي محسن لملوم معانا. رايك ايه في الجزئيه دي؟ ودايما بنقول ان اللاعب وخاصه اللاعب المصري محتاج لستب، محتاج لخطوه. صحيح. كل اللي خرجوا يعني محمد صلاح والنني تريزيجيه كلهم عن طريق الدوري البلجيكي والدوري السويسري، وانا كمان يمكن كان بدات حياتي الاحترافيه بخطوه في الدوري السويسري. شايف ده ازاي واهميته للاعب المصري؟ لا طبعا دي خطوه صحيحه تماما، عشان هو لما يروح من الدوري المصري او من الدوريات بتاعتنا دي في الشرق الاوسط مره واحده للدوريات الكبرى سواء حتى الالماني او الفرنسي اللي هو اقل من الايطالي والاسباني والانجليزي، هيبقى بالنسبه له زي ما يروحش يعني من الدار للنار زي ما بيقولوا، لازم محطه تدي له يعني تاهيل شويه ان هو يقدر يستوعب لما يروح دوري كبير. كلنا شفنا محمد صلاح لما عمل تاريخ كويس جدا مع بازل السويسري قدر يروح عن طريقه، مش هعتبر محطه تشيلسي محطه مهمه، لكن تفوق مثلا في نادي زي فيرنتينا نجاحه خلاه اتنقل لروما، نجاحه في روما خلاه اتنقل ليفربول، النهارده بقى افضل من افضل لاعبي العالم. كذلك مثلا واحد زي تريزيجيه كان في الدوري مثلا التركي وبعدين اتنقل منه للدوري الانجليزي، بعكس مثلا لما تشوف مثلا رمضان صبحي لما طلع مره واحده على الدوري الانجليزي كان عنده بعض الاخفاقات، كان لازم محطه بيت باي بيت زي ما بيقولوا الانجليزي، يعني لازم بالراحه كده. دي خطوه مهمه جدا، لازم البلجيكا او السويسري او البرتغالي غالي حتى. انا بتفق معاك تماما ساشا. كمان اخر سؤال، انت شايف من خلال متابعتك للدوري البلجيكي هل في مواهب جاهزه يمكن للانتقال للدوري الانجليزي، للدوري الاسباني، الدوري الايطالي؟ تقدر تقول لنا على مستوى اذا كان لعيب على مستوى افريقيا او لعيبه افارقه موجودين، او انت شايف نجم او اتنين موجود حاليا في الدوري البلجيكي سيلمع نجمه خلال المواسم القادمه؟ من الدوري البلجيكي لدينا لاعبين رائعين يستطيع أن يأخذوا هذه الخطوة. في ستاندر دلياج لدينا بوكادي، ولدينا جاكسون موليكا بالفعل، ولاعبين من المغرب والتماري من بروكسل. يستطيع هؤلاء اللاعبين، ولدينا لاعبين رائعين يستطيعون أخذ هذه الخطوة ويتطوروا أكثر وأكثر في المستقبل. ونستطيع أن نقول أن بعض اللاعبين الذين أتوا للدوري البلجيكي منذ أيام، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا أيضا. لدينا لاعبين من ليستر سيتي، وهذه مواهب صغيرة في السن لكن مواهب كبيرة جدا مفيدة للدوري البلجيكي. صحيح طبعا ساشا، بنشكرك شكرا جزيلا. الصحفي الشهير بجريدة لوكيب كان موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. أستاذ محسن بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. أعتقد قضية كانت مهمة جدا نتكلم فيها، لأن كمان إحنا بنتكلم على مستقبل ولادنا، مستقبل لاعبتنا. إحنا كلنا في مصر هنا نتمنى يكون عدد المحترفين عدد كبير جدا جدا، أسوة بقى بنيجيريا وساحل العاج والكاميرون، لكن البداية لازم تكون خطوة. وده رسالة هنا من المحترف، أرجو لجميع أنديتنا أنها تفتح هذا الباب للاعبتنا وهم صغيرين. مش عيب جدا أنك تروح للدوري السويسري، مش عيب جدا أنك تروح للدوري البرتغالي، الدوري البلجيكي، مش عيب خالص، لكن دي بتبقى خطوة لطريق النجاح. في نهاية حلقتنا بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية أستاذ محسن، نورتنا وشرفتنا. بشكر حضراتكم، وإن شاء الله لينا لقاء يوم الخميس ويوم جديد من أيام المحترف.